ولسه مستمرين في رصد ما حدث في صباح اليوم. مشاركة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، وده تلبية لدعوة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تحديدا للمشاركة في هذا اليوم. لمزيد من التفاصيل من خلال هذا الهاتف والسفير محمد عبد الحكيم مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير يا سعادة السفير محمد عبد الحكم. عفوا. صباح الخير يا فندم. سعادة السفير، لو جينا قلنا أهمية مشاركة الرئيس السيسي كضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، خاصة أنها الزيارة الثالثة. يعني اسمحي لي حضرتك أشير إلى أن دعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للمشاركة ليكون ضيف شرف رئيسي في احتفالات الهند بيوم الجمهورية بيعكس تقدير جمهورية الهند لجهود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في دعم السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من جانب، ومن جانب ثاني تقديرا للإنجازات التنموية المختلفة التي تحققت خلال السنوات الثمانية الماضية في مصر في كافة المجالات التنموية. من جانب ثالث تقديرا ايضا لنجاح مصر في مكافحه الارهاب وتحقيق الامن والاستقرار في مصر. وهنا حضرتك خليني اشير الى ان هذه الزياره ايضا بتتواكب مع دعوه رئيس وزراء الهند للسيد الرئيس للمشاركه في قمه مجموعه ال20 القادمه، نظرا لرئاسه الهند لمجموعه ال20 الاقتصاديه الكبيره خلال الفترة من ديسمبر 22 لديسمبر 23. وهنا حضرتك خليني أشير إلى أن هذا يعكس تقدير الهند ويعكس تقدير الدولة الهندية لجهود ودور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعم الاستقرار والسلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. العلاقات المصرية الهندية شهدت طفرة متميزة في أعقاب تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية الحكم في يونيو 2014. وهنا حضرتك خليني أشير إلى أن زيارة السيد الرئيس للهند ده اللقاء الرابع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورئيس وزراء الهند. اللقاء الأول كان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015، ثم زيارة السيد الرئيس للهند في أكتوبر 2015 لمشاركة في القمة الثالثة للمنتدى الهندي الإفريقي، ثم زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند في سبتمبر 2016. الزيارة النهارده دي بتكون الزيارة أو اللقاء رقم 4 بين رئيس وزراء الهند والسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. العلاقات شهدت طفرة متميزة للغاية خلال الفترة الماضية خلال السنوات الثمانية الماضية في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية. وهنا حضرتك خليني أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية. في أعقاب الحرب الأوكرانية الروسية اللي بدأت في فبراير العام الماضي، وفي أعقاب قيام الهند بفرض حظر على صادرات الهند من الحبوب والقمح للخارج، نتيجة اتصال السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية برئيس وزراء الهند، قامت الهند باستثناء مصر من الحظر المفروض على صادراتها من القمح للخارج، وقامت الهند نتيجة اتصالات السيد الرئيس بتزويد مصر ب 500,000 طن من القمح. زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للهند أكدت على وجود إرادة سياسية قوية مشتركة صحيح. من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء الهند للارتقاء بالعلاقات بين البلدين على مستوى استراتيجي في كافة المجالات صحيح. السياسية. صحيح. سعادة السفير وهذه الإرادة السياسية القوية سعادة السفير هي التي يعني تؤسس لمرحلة جديدة من العلاقات ما بين القاهرة ونيودلهي تحديدا. يعني أهمية هذه العلاقات في مرحلتها الجديدة وأوجه مجالات التعاون المشترك اللي ممكن تشهد نوع من أنواع الزخم خلال الفترة القادمة. يعني حضرتك خليني أشير إلى نقطة في منتهى الأهمية. نعم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال زيارات سيادته الخارجية
ومشاركة سيادته في القمم الدولية والفعاليات والمنتديات الدولية المختلفة. السيد الرئيس بيؤكد وبيحرص كل الحرص على دبلوماسية التنمية الاقتصادية وتعظيم مصالح مصر الاقتصادية. وهنا بنلاحظ ان خلال المباحثات مع رئيس وزراء الهند، المباحثات اكدت وركزت على تعزيز وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي والاستثماري والدفاعي بين مصر والهند. صحيح. وخلال المباحثات السيد الرئيس اكد على تطلع مصر لزياده الاستثمارات الهنديه في مصر. وهنا حضرتك لابد من اننا نشير الى ان عدد الشركات الهنديه العامله في مصر بيصل الى حوالي 50 شركه بتستثمر حوالي 3.5 مليار دولار في كافه المجالات، في الصناعات الكيماويه والزراعه والادويه وغيرها. وهنا حضرتك ويمكن دي بروتوكولات التعاون اللي تم الاتفاق عليها بالامس للارتقاء بالتبادل التجاري البيني ما بين الطرفين تحديدا للوصول به لاكثر من 12 مليار دولار. سعاده السفير محمد عبد الحكم مساعد وزير الخارجيه الاسبق، بنشكر حضرتك يا فندم على هذه المداخله.